إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. شقة روعة اسكندرية دور السبع، شقة مميزة جدا، حمام ضيوف، مطبخ كبير، بواصلات الغاز، ريسبشن، مكتب ريسبشن، حاجة روعة جدا. وصلت الريسبشن، غرفة الشارع، الشارع الغرفة التانية برضو على الشارع، الشقة كل أمانة ما تتعوضش. حضراتكم من محيط عينه هتعرفوا صوت الكلام، يعني شقة بجد بجد ما تتعوضش. والمعاينة خلوا دليل، برج واتنين أسانسير، مدخل وتلات عربات على شارع 40 متر، الغرفة التالتة، وادي حمام العيلة، وادي طرقة الحمام، شقة 160 متر. سعيد الحظ اللي يسكن في شقة كبيرة زي دي، حمام ليلة، الغرفة التالتة صورناها، الطرقة، الغرفة رقم 2، البلكونة دي صورناها، الغرفة الأولى غرفة كبيرة برضه صورناها، الريسبشن تمام، المطبخ، حمام ضيوف، سعاد الحظ اللي يسكن في شارع جامد جديد، سيكون تمام.